تعالي يا محمود. لا يا حوت حرام عليك، حرام عليك يا حوت، قدامك مش هيحصل. ارحمني بقى، مش هيحصل يا حوت، قدامك مش هيحصل. ارحمك، ارحمني انت يا بنت. يا بنت انا هتجنن عليك، هاتي بوسه. طب ايه اخر الجنان ده؟ الله يخرب بيتك. هنتجوز يا موحة، والله لا اكتب عليك، اصل انت مش عارفه حاجه يا موحة. احنا خلاص، ابويا هروح عند الباشا وهيقعد هناك على طول، وساب لنا بقى الشقه نلعب نتسلى نقزقز يا موحة. طب خلاص، طب خلاص يا حوت خلاص، اطلبني من امي الاول، وبعدين لما نتجوز تبقى تعمل اللي انت عايزه. انا موافق يا موحة، هطلب من امك وكل حاجه هنعملها، بس ادوق الاول. تدوق ايه؟ الله يخرب بيتك يا بت، هاخد حته صغيره وبعد كده نتكلم في الصباح. ايوه بقى، ولا حرام عليكم، حرام عليكم، ده بقدس ربنا. محروس، محروس باين راجع يا حوت. يا ستي تعالي، محروس مين؟ ما تركزي يا موحة، يا غرفه 60 داهيه. واحنا مالنا ازاي؟ محروس ده ما هو الناس كلها شاطه فيه تحت، انا لازم اروح اشوف. تعالي هادي هنا، تروحي فين؟ اقول لك على حاجه، هاتي بوسه. اقول لك على حاجه ثانيه، اقول لك على حاجه ثانيه، مش هم بيتخانقوا معاك تحت واحنا هنولع في البيت هنا؟ تعالي. بلف يا محروس، بلف من امبارح على كل الاولاد والصالحين، كي ربنا يسمع مني وينجدني باللي انا فيه. وايه؟ وينجدك؟ ينجدك انت بتقولي؟ نفهم بقى يعني ايه ينجدك دي. صلي بينا على النبي، صلي على النبي. ينجدك من ايه؟ ينجدك من ايه؟ في ايه؟ ينجدك من ايه؟ مالك؟ في ايه؟ انا ضعت يا محروس، حد ضحك عليا وضيع يا محروس وداس عليا، حد عرف على امي. بس افهم مني، هديك قلم، مفيش حاجه يا بنت ضاعت ولا اي نيل، انا جنبك اهو، اهو مفيش اي حاجه، مش هيحصل لك اي حاجه، افهم بس. حد ده اللي هو الورا فابريشن؟ طب وانت مالك انت من الفابريشن؟ مالك بيه؟ حبيته يا محروس، حبيته وضحك عليا، انا ما كنتش اعرف انه هيعمل كده، ضحك عليا. ازاي بتحمرت تاني؟ يا بنتي انت كنت قد كده و100 راجل، وامك دي اللي اجدع من تلات ارباع الطيوش اللي بره دول. انا بنت يا محروس، بنت مش راجل، مهما شفت وصلبت طولي وسط الخلق برضه انا بنت. كان ربنا غواني وضحك عليا وانا ما كنتش اعرف، انا حبيته ما كنتش اعرف يا محروس، ما كنتش اعرف. انا كنت مصدقاه يا محروس، والله كنت مصدقاه. ايوه اخرتها يعني ايه؟ اخرتها ايه؟ راح اعمل يا محروس، راح اعمل في شهر ده ومش لاقيه ومش عارفه اعمل ايه. انا مش لاقيه يا محروس، واحد ينكر المصيبه اللي في بطني دي ولا المصيبه اللي انا شايلها، انا مش عارفه اتصرف ولا اعمل ايه. انجدني والنبي، انا مش عارفه اعمل ايه في المصيبه اللي انا شايلها دي. Yeah.
ماليش فيها انا يا باميه. انا لا بكلم بنتك ولا اعرف عنها اي حاجه. يا ابني حرام عليك، اتقي ربنا، ده اللي بيجي على الولايه ما بيكسبش ابدا ولا عمره بيشوف الخير ابدا. وبعدين معاكي بقى، هو انت تكلميني تحت وتبوسي رجلي عشان اطلع معاكي لفوق وبعد كده تقلي في ادبك وتطولي لسانك؟ يا ابني بنتي خفت من امبارح ومش عارفه ايه اللي جاري لها، قول لي بقى انت نعمل ايه؟ وانا مال ام انا يا حاجه؟ الله ما تتصرفي. يا حود انا ام وعارفه بنتي كده زي صوابع ايدي، بنتي بقالها شهر قاعده مسهمه ولا بتتكلم ورايحه جايه عليك على المحل وقاعده تكلمك، ومن يومين كانت بتكلمك وبتزعلك في النوبي. شلق بنتك شلق يا باميه وعايزه حرق لسانها. وبعدين بقول لك ايه، واحنا لوحدينا كده ومحدش معانا، هو انتوا تربوا غلط وبعد كده تلزقوها فينا؟ عندك حق، صح يا ابني اللي بتقوله، ما عرفتش اربيها. بس بقول لك ايه، والنبي قول لي يا ابني يا رب يسترك، لو كان حصل حاجه بينكوا انا هتصرف. ايه يا حاجه في ايه؟ هو ايه اللي عملت حاجه معاه؟ انت هتلبسيني تهمه وانا واقف معاكي في البيت؟ الله. بقول لك يا حاجه، ما تنزلي كده تدوري على بنتك وتشوفي مين ضحك عليها وسقطها من حجرك، ده احنا بنشوف بلاوي في التلفزيون يا امه. وحياه النبي يا حوضه ورحمه امك، ما تقولي الكلمه دي تاني. طب هي البنت راحت فين؟ طفشت راحت فين؟ انا ما اعرفش طريقها. لا بص يا حاجه بقى، انت محتاجه كده 4 ايام عشان تفهمي اللي انا بقوله، وانا عندي بيزنس يا حاجه، في ناس تحت عايزاني في شحن فوري وشحن على الهوا، وناس كتيره قوي مصالحها متوقفه على عبد لله. يا مؤاخذه يا امه، سلام عليكم. يا خبتك يا بني، يا لهوي يا بني على النبي كل جيرانك، حطيتي العيل العيال خدوا منك وراح للي خلقه وخلاص، وحمدتي ربنا على كده، والبنت باظت، باظت وطفشت مني، ومش عارفة أعمل إيه، هعمل إيه؟ يا لهوي يا بني، يخرب بيتك يا بني، يا حظك في عيالك. لسانك ده اتنه جوه حنكك ماله؟ اخرس خالص. لسانك ده يتلوي جوه حنكك ما يطلعش منه الا لما انا اذن لك واقول لك طلعه وقول ايوه تقول طويله شويه او ما انا دب ايدي واخد بالك واطلع لسانك اللي عايز يتقطع ده. مش كده ولا ايه؟ والكلام ده الكلام ده للكل اي حد في الحته دي يوز شطاره وعايز يفتح حنكه ويدلع اي كلام عوج يقول يا محروس انا عايز اقول، وانا اقول له قول انا يا محروس. لا 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 ل